والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران، يعني من عائلة السيد المسيح. آل عمران هم عائلة سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. سميت السورة باسم عائلة المسيح لأن فيها لقاءات مع النبي صلى الله عليه وسلم للتفاهم والتذاكر بين الإسلام وبين المسيحية، ليتفق الدينان على هدف واحد ومبدأ واحد، وهو توحيد الله سبحانه. بينت الآية الأولى أن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس، كان فيهم الهداية، كان في التوراة الهداية لبني إسرائيل، وكان في الإنجيل الهداية للمسيحيين، عائلة السيد المسيح ومن حوله. وأنزل الفرقان، القرآن العظيم، أنزله الله تعالى يفرق بين الحق والباطل، بين الحق الذي نزل من السماء صافيا بهدايته وتشريعه، وبين الباطل الذي دخل على الأديان السابقة من اليهودية والمسيحية، الباطل الذي دخل من الأحبار ومن الرهبان، أدخلوا في الدين ما ليس فيه. فنزل القرآن ليفرق بين الحق وبين الباطل، نزل القرآن مبينا للتشريع الحقيقي الصالح الكامل، وبينما كانت عليه الأديان مما دخل فيها من تغييرات اختارها الرهبان والأحبار، أو من ترجمات دخلت في تفسير التوراة والإنجيل. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الذين كفروا بآيات الله، الآيات الدالة على وحدانية الله، الآيات الناطقة بالحجج لتنزيه الله عن الشريك وعن الولد، فالله تعالى واحد لا شريك له ولا يحتاج إلى ولد، تعالى الله عما لا يليق بعظمته. والآيات نوعان: الآيات التي نزلت من السماء نوعان، آيات مقروءة وآيات منظورة. فالآيات المنظورة في هذا الكون، أن ينظر الإنسان في هذا الكون فيرى ما قام عليه من نظام وتدبير وتقدير وسعة و
وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فلك واسع وملك واسع ويتسع ولا حدود له. فلو درس الإنسان المسلم الأبعاد بين النجوم والكواكب لرأى أن بين نجم ونجم 1,500,100,000 سنة ضوئية ما بين النجم وما بين النجم. فأبعاد النجوم من نظمها؟ جاذبات النجوم الجاذبية بين النجوم من وضعها؟ من وضع جاذبية الأرض حول الشمس وجاذبية القمر حول الأرض وجاذبية النجوم بعضها مع بعض؟ من وضع جاذبيتها بين النجوم وبين الكواكب؟ من الذي أشرف على دوران هذه السدم في الكون اللانهائي؟ السدم هي الغبار المنتشر، النجوم المنتشرة الواسعة كلها تدور حول محور واحد بقدرة من تدور، ومن جعل فيها الجاذبية للدوران؟ ولماذا لا يصطدم نجم مع نجم؟ ولو نظرنا إلى مجرات السماء التي عدها الآن أهل الفلك، عدوا مجرات السماء بما يزيد عن 100,000,000,000 مجرة، 100,000,000,000 مجرة، في كل مجرة 100,000 شمس، في كل مجرة 100,000 شمس. فكم أرض فيها في هذه المجرات؟ ثم الإشعاع الذي يخرج من هذه المجرات من إشعاع الشموس والنجوم الذي لا عد له ولا حصر، ثم الإشعاع الذي ينعكس على الأقمار. شمسنا وأرضنا لها قمر واحد، أما بعض الكواكب له 12 قمر، ومنهم من له 9 أقمار، كلها تأخذ أنوارها من الشمس. فمن الذي سلط الشمس عليها لتمتلئ نورا وتضيء الظلمات؟ هذا ما يجب على المسلم أن يدرسه ليؤمن بوحدانية الله إيمانا وثيقا كاملا لا شك فيه. أما الذي يشك بوحدانية الله أو يشك بقدرة الله هو إنسان جهل العلم، جهل الإيمان، جهل التوحيد، ما نظر بآيات الله في هذا الكون. فآيات الله في كون السماء، ثم آيات الله في الأرض. من الذي نظم الغمام ونظم الأمطار؟ ينزل الأمطار في الشتاء حتى إذا ارتوت الأرض وامتلأت الخزانات فيها وقفت المطر إلى أن تجف الخزانات وتتصدع الأرض، فالله تعالى ينزل المطر ثانية. وقد قال الله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء التي ترجع بالأمطار عند حاجتنا إليها، والأرض التي تتصدع وتتشقق من الجفاف والعطش، فينزل الله عليها المطر
فتحيا بإذن الله وتهتز وتربو وتنتج من كل زوج بهيج. فمن الذي نظم الغمام؟ من الذي